واعتقد انه فيش طبيعيه اكتر من شمس الاعلام المصري. انا هسميها كده، دي شهاده هنعتز بيها ونكتبها. شمس شموسه. شريف والله ده نورك، انا سعيده بيك جدا. الشرف شرف لاي مذيع انه يكون ماسك مايك عليه القناه الاولى، القناه الاولى المصريه دي شرف لاي حد يظهر على شاشتها، لان اللي ما دخلش وما تعلمش في ماسبيرو فاتوا كتير. فان انت تتواجدي في ماسبيرو في القناه الاولى دي حاجه مهمه جدا، وانت فاهمه قصدي ايه. طبعا انا بحيه ده، يعني ماسبيرو بالنسبه لي ده بيتي، وشرف ليا ان هو يكون يعني محطه مهمه في حياتي المهنيه. تشتغلي في المحطه، اول محطه طلعت على التلفزيون المصري، من واستمرت وهتفضل مستمره طبعا اكيد ومستمره وبنجاح. وسعيده جدا بلقائي معاك النهارده، ودايما بتمنى لك النجاح يا رب دايما، واتمناك دايما طبيعي وجميل وقريب زي ما انت. وانت كمان وكل حفلات تجيها كلها عزامك في تاني حفلات اكيد. ما هتقولي مفاجاه؟ مش عارف. ودي المفاجاه في حد ذاتها. نفسه مش عارف. كل الحفلات بلبس مصري، كل اللبس بيكون مصري، صناعه مصريه. لوكال براندز. انا الاسبوع اللي فات في حفله كنت الاثنين من عند اميره قزامل، هي اللي بتفصل لي البدل. احييك على اللون الحقيقه، واحييك على عشان ايه سوريك، لا ما ينفعش الرجاله تلبس بينكلي. مش ربنا خلق ورده لونها رز؟ يبقى اللون ده خلقت ربنا، يبقى نلبسه. مين اللي قال لا؟ انا معاك والله. ويعني البس بينك براحتك. هنغير المفاهيم، يعني هنغير المفاهيم. هو كده.